سوا على الهواء. سوا طول سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعين في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. بكير طل الحب حيل لنا حامل معتوب وحكي ودمعوها كنا وكانوا هالبنات مجمعين كنا وكانوا هالبنات مجمعين يمي وما بعرف ليه نقاني أنا جايبني سلام عصفور الجناين جايبني سلام. أحلى صباح وأحلى مستمعين وسلام صباح السلام صباح المحبة وصباح الوئام وصباح الكلام من القلب للقلب. معكم أحبتي مستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، ومعكم من وراء الميكروفون ليلى الحسيني ومعي شخصية رائعة من الجالية العربية الأمريكية المهندس الحاج طرف الذي له أيادي بيضاء كثيرة في المجتمع العربي والأمريكي ورحلة كفاح من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المهندس الصناعي محمد طرفة من مواليد مدينة ديربون بولاية ميشيغان عاد مع والديه إلى لبنان عام 1934 ورجع لأمريكا في ديسمبر عام 1946. سرعان ما بدأ رحلة كفاح طويلة لتصبح اليوم قصة نجاح ملهمة للمهاجرين والمهاجرات من العرب الأمريكيين. المهندس محمد طرفة هو المدير السابق لقسم العمالة غير المباشرة في إدارة الهندسة الصناعية لدى شركة فورد في ولاية ميشيغان، ومؤسس نادي بنت جبيلة الثقافي، وعضو مؤسس للمركز الإسلامي الأمريكي. خدم 3 مرات كرئيس مجلس الإدارة، وهو أيضا مؤسس الجمعية الأمريكية الهاشمية. خدم في الجيش الأمريكي وفي حرب كوريا، وصرح بدرجة شرف برتبة رقيب. حصد الجوائز التقديرية الرفيعة على مستوى ميشيغان والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدرج اسمه في لائحة أهم المشاهير لهوزهو عام 1981. تساؤلات كثيرة نتطرق إليها مع الحاج محمد طرفة المهندس محمد طرفة عن رحلته من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا
عن الجالية، أهم التحديات التي تواجه الجالية العربية والأمريكية، أسباب عدم وجود لوبي عربي مؤثر وقوي في عملية صنع القرار والسياسة الخارجية الأمريكية رغم وجود نجاحات رائعة للعرب في أمريكا. أسئلة كثيرة وعديدة تابعونا حتى تمام 9 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا البرنامج رعاية متميزة من زياد. بعد الفاصل نعود معكم لنبدأ حوارنا الشيق مع الحاج المهندس محمد طرفة. تابعوني بعد الفاصل. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. زياد براند، quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Puk, Rico Picon, Dana, and many more. Ask your retailer to carry these fine products because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطني الموت، تكون يا وطني الموت كنا سوا. لبنان يا جبل بعيد من خلفك حبايبنا، من لبنان، من لبناننا الحبيب في الشرق الأوسط يطل علينا ومن أصول لبنانية عريقة الحاج محمد طرفة. صباح الخير حاج. صباح الخير والكرامة. صباح الخير والكرامة، ما أحلاها من تحية كرامة حاج محمد، ما نحتاجها في حياتنا ونحن أهل الكرامة وأهل العز نفتخر بأصولنا العربية والشرق أوسطية. حاج محمد طبعا أنت غني عن التعريف في الجالية العربية والأمريكية، أنت رمز ومن رموز الجالية، رحلة كفاح طويلة ورائعة من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذكريات نشاركها مع مستمعينا. نبدأ من لبنان، من رحلتك، من مولدك في ديربون وعودتك إلى لبنان، ومن ثم عودتك مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرياتك يا حاج، عد بنا إلى الوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بداية أود أن أشكر الست ليلى على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكرها على هذا البرنامج الناجح المفيد والمعبر، كما أشكر United Arab Radio. ذكريات الطفولة ما بتنتسى وحلوة دائما. كما ذكرتي أنا خلقان بأمريكا بال1931، وكان عمري 3 سنين لما أهلي رجعوا على لبنان، وقعدت بلبنان 12 سنة ورجعت أمريكا كان عمري 15 سنة. درست طبعا بأمريكا واخدت الشهادة اللي هي بتعادل الهاي سكول هون بأمريكا، وبقولها بكل تواضع لما قدمنا على الامتحان بصيدا كما كانت العادي آنذاك في ذاك الوقت، كنت واحد من 323 طالب من محافظة صيدا، وطلعت الثاني، واللي طلع أول أخذ نص علامة زيادة عني. ولسوء الحظ والدي ما كانش لديه وفرة ميل حتى يكفي علمي بلبنان، انجبرت اني ارجع على امريكا. وانا بالعيلة وحديني وعندي 6 خوات، لما عرفت امي اني ناوي اجي على امريكا طار عقلها، ما كانت تقبل ولا بوجه من الاوجه، ونحن كنا عايشين على التابق الثاني.
قالت لي شايف هال هال الويندو؟ قلت لها ايه؟ قالت لي على الشباك. قالت لي اذا بتروح على امريكا برمي حالي منه. فاني دغري طلعت معي، قلت لها انت لك الخيار، اما انت بتدبي حالك اما انا راح دبي حالي، لاني مش راح يبقى بلبنان، ما عنديش مستقبل بلبنان، بدي ارجع على امريكا وكفي علمي هونيك اذا ممكن. بعدين ولا كانت تقبل. بعدين استعملوا خطة معها انه كان في مر على بنت جبايل جماعة من النوار بيدعوا انهم ببصروا، عرفتي كيف؟ واجوا لواحد يعطوها مال ورغموها واعطوها المعلومات عني وقالوا لها روحي بصري لها وقولي لها انه ابنك اذا سافر بده ينجح وبده يصير صاحب جاه وصاحب مال وما اشبه ذلك. وانا عتى بهالشكل ورجعت على امريكا بسنة 1946. نعم. طبعا ذكريات جميلة، وهذه الذكريات التي ترويها لنا يعني يمكن تكون بداية رحلة الكفاح اللي حضرتك عم بتشارك مستمعينا ومستمعاتنا فيها من لبنان إلى 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 الولايات المتحدة الأمريكية. لكن خدمك الحظ أنك أنت كنت من مواليد أمريكا فقررت العودة. طيب حاج، بهديك الفترة ليش كان العربي ما كان يقدر يكفي علمه؟ العلم ما كان متاح يعني بهديك الفترة للبنانيين؟ ما كان مجاني تعليم العلم بعد أول الشهادة الابتدائية؟ ما كانش مجانا، بده الإنسان يدفع يقدر يدخل أي جامعة بلبنان. ولسوء الحظ والدي ما كانش لديه وفرة ميل حتى يبعتني، جرب كتير، جرب يستقرض، ما يدرش، ما بقيش إلي وسيلة إلا إنه يرجع على أمريكا. بس السبب الأول هو عدم وفرة الميل، وتاني شيء إنه ما فيش مساعدات بتيجي من الخارج، من الدولة ولا من مؤسسات ولا من حدا، كما تعودنا هون بأمريكا. في مؤسسات كتير بتساعد، الحكومة بتساعد، البنوك بتقرض مصاري للطالب، انه في قدامه فرص، في قدامه فرص انه يقدر يحقق حلمه. مزبوط. لو له حلم يوصل لهالحلم اللي هو بده يحققه. مزبوط. حاج، هل ذكريات هاي تركت فيك اثر؟ اكيد لما جيت وانتقلت حرجع لهالذكريات هاي معك، يمكن احد الاسباب اللي خلتك لاحقا ناشط وفي الجالية العربية والامريكية ومشجع للشباب العربي هو هذه النقطة، انك لم يستطع والدك في لبنان ان يكمل تعليمك. الا تعتقد انه هذه الحادثة ربما ارتبطت فيك ودفعتك لان تكون لديك باشنت، خليني اقول لي لاحقا، لان تكون داعما للشباب العربي الامريكي؟ اكيد اكيد اثرت علي كتير، وهذا اللي دفعني اني ساعد قدر الامكان في شتى المجالات، حتى الانسان ما يلاقيش الباب مسكر بوجهه، اخصا في اول عمره، في بدايات عمره. حاج، انت رجعت على امريكا في عمر 15. طب احلى ذكرياتك عن لبنان بالفترة اللي قبل ما ترجع فيها، كيف بتذكر لبنان؟ لبنان بلد حلو كتير، بلد جميل كتير، أنا شخصيا يعني بحبه، ولذلك يمكن من وقت رجعت بالستة واربعين لهلا زاير لبنان لا أقل من 60 مرة. 60 مرة كتير دائما، خاصة لما كانوا أهلي بعدهم عايشين وعايشين بلبنان ببنت جبايل بلد التحرير والصمود. كنت روح كل سنة بعد سنة زورهم، وبعدني مستمر، وهلأ في أحيانا بروح برجع على لبنان مرتين بالسنة، وعندي أملاك بلبنان، وعندي شقة ببيروت، وعندي بيت بنت جبال، وعندي ارتباطات متينة يعني بلبنان. أبقيت على ارتباطك في وطنك في لبنان، يعني طلعت من لبنان لكن عدت إليه أقوى.
عدت إليه رجل أعمال، عدت إليه ناجح كما توقعت البصر. يعني هو صحيح كذب المنجمون ولكن صدقت في توقعاتها. نعم صحيح، ظروف القاهرة أجبرتني على الخروج من لبنان. نعم، ولكن كل الظروف اللي أنا اللي فيها راحة، اللي أنا عم بتمتع فيها بأمريكا، يعني لم تقدر تأثر علي حتى شيل لبنان من قلبي. بعده لبنان بقلبي وبيضل بقلبي لبعد الممات، خاصة بلدي بنت جبيل. لبنان بلادنا العربية، ويبقى حب الوطن ارتباطنا به كعرب أمريكان في القلب والروح. رغم نجاحاتنا هنا في المغترب، لكن لا ننسى أننا شرق أوسطيين، لا ننسى أننا عرب ومسلمين، ويجب أن يكون لنا ارتباط بأوطاننا الأم. لكن سنتحدث عن هذا حاج لاحقا، كيف يمكن لنا أن نكون سفراء لبلداننا في الخارج، وكيف أن يكون هذا هو الارتباط الصحيح في أوطاننا، أن ننقل الصورة الصحيحة. لكن بعد الفاصل مباشرة نستكمل حقبة جديدة ومرحلة جديدة معك إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة. كويك كوميرشال بريك آدم. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. زياد براند، quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Puk, Rico Picon, Dana, and many more. Ask your retailer to carry these fine products because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء، على الهواء، سوا سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، ومستمرين معكم في ساعة كاملة من القلب القلب، وحوار مع المهندس محمد طرفة الحاج محمد طرفة حول رحلته الطويلة ورحلة كفاحه الطويلة من لبنان إلى عالمنا العربي إلى أمريكا. وطبعا لدينا مداخلة، بناخذ مداخلة في أقل من 30 ثانية لو سمحت. صباح الخير. صباح الخير سيدة ليلى الحسيني. صباح النور عيني. وصباح الخير للأستاذ محمد طرفة. أستاذ محمد طرفة، أقدم لك نفسي نجيب حبة من العراق الشقيق، وحييك لأنك أنت من الرواد بايونير المهاجرين العرب إلى أمريكا، وأنا أحترمك وأقدرك وأنت فخر لنا جميعا. أستاذ محمد طرفة، أستاذ محمد طرفة، سؤال، هل ماذا تنصح الشباب المهاجر الجديد من خلال تجربتك هنا في أمريكا؟ والسؤال الثاني، هل هناك علاقة قرابة بين الأستاذ محمد طرفة والحاكم His Honorable طرفة في ديترويت؟ شكرا and God bless you. شكرا لك. نعود إلى هذه الأسئلة لاحقا إن شاء الله، سنجيب عن هذه الأسئلة حتى نبقي تسلسل الموضوع قائما. Do you have an other caller? Okay. مرحب بمداخلاتكم على 248-557-3300. حاج سنجيب عن أسئلة الأستاذ طرفي، لكن جيري حبة، لكن ننتقل الآن إلى مرحلة ثانية من حياتك. وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من لبنان، عمرك 15 سنة. هذه المرحلة تحديدا، أهم ذكرياتك عن هذه المرحلة. ذكريات اللي دائما بتجول بفكري هي الصعوبات اللي أنا واجهتها بعد ما تركت أهلي، تركت وطني، وأنا بهالعمر
ومثل ما قلت أنا كنت وحديني وكنت مدلل كتير، ما حسيت وتريت إلا صرت بدي أتكل على نفسي وبدي عيل نفسي وبدي أشتغل وما أشبه ذلك. فمريت بمراحل عديدة ملآنة بالذكريات. لما وصلت على أمريكا طبعا نزلت عند عمي الحاج علي ترفة الله يرحمه، وعشت معه تقريبا سنتين، وقدم لي كل الخدمات اللازمة وبعتني على المدرسة، وكان يدفع لي قصة المدرسة، وقام بمعيشتي كثر الله خيره وجزاه الله خير. نعم، وتابعت دروسي حتى اللي تخرجت من الجامعة. بعدين قبل بلشت اشتغل كعامل بشركة فورد. وبنفس الوقت رجعت على الجامعة وصرت ادرس بالليل واشتغل بالنهار. وخلال هالمدة هذه كمان طلبوني على الخدمة الإجبارية وخدمت سنتين، وكان نصيبي اني روح على كوريا واحضر حرب كوريا هونيك. كانت الخدمة إجبارية بهذاك الوقت؟ إجبارية، إجباري، كل إنسان بده يخدم سنتين بهذيك الفترة. أول ما حضرتك نعم هذا كان بأي سنة حاج؟ بالألف وتسعمية واثنين وخمسين للألف وتسعمية وأربعة وخمسين. نعم، فكنت أنك خلال الخدمة كان في وقت الحرب على كوريا، وحضرتك كنت ضمن الجيش الأمريكي اللي حارب في كوريا. مضبوط، ما حضرتش حرب. نعم، ما كانش مسموح لي حارب لأسباب صحية. نعم، ولكن كنت قريب كتير من الجبهة. نعم أنا. نعم حاج، رجعت على أمريكا بعد الحرب وصرحت من الحرب برتبة شرف رقيب. نعم نعم، وكانت هاي بداية مرحلة جديدة كمان بحياتك. كتير فعلا العسكرية علمتني كتير، علمتني كيف اتكل على نفسي، علمتني كيف ساعد نفسي، كتير كتير كانت مفيدة، وأنا ممنون كتير من الجيش الأمريكي اللي سمح لي بهالفرصة الثمينة. يعني معظم العرب نحن بنحاول إن، خليني أقول لك، وأنا بعرف من الأهل ومن ذكرياتنا دائما بنحاول نهرب أولادنا من الخدمة الإلزامية في الجيش. برأيك هذا غلط؟ هذا غلط، بعرفي أنا هذا غلط. أولا الإنسان بيشعر بالمسؤولية تجاه وطنه وتجاه بلده، وهذا شيء ضروري، هاي واحدة. وتاني شيء بيتعلم الإنسان كتير دروس كتير فيها في العسكر، بيتعلم كيف يدير باله على حاله، كيف يتكل على نفسه، ما يتكلش على غيره. كتير 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 مفيد العسكري، وأنا استفدت منه كتير فعلا. بيتعلم يمكن الالتزام، الانضباط، انه يكون في يتعامل بشكل مؤسساتي، ربما في مسؤول، في 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 حدا فوقه، ممكن في اوامر، في لازم يكون ملتزم بحياته، منضبط بحياته. يمكن هيدي بتساعده بحياته لاحقا. مزبوط، كثير كثير بتساعده بحياته. بعد ما تخرجت من الجيش واشتغلت بفورد، شركة فورد، كعامل. نعم، ابتداء كعامل. نعم، وبعدين بعد ما تخرجت من الجامعة انتقلت للقسم المحاسبي، وبعدين منها انتقلت لقسم الهندسة الصناعية بمصنع ديربون اسامبلي بلانت بديربون، وبعدين انتقلت للمركز الأعلى بفورد، ووصلت إلى مرحلة إني كنت رئيس قسم العمال بشركة فورد كلها. حتى وصلت حضرتك، نعم، كما ترجمت يعني كنت حضرتك رئيس قسم العمال بشركة فورد، وتقاعدت وكنت رئيس لقسم العمال في شركة فورد. مضبوط. نعم، لأنه العمال نوعين، في نوع بيشتغلوا مباشرة على السيارة. نعم، وفي عالم بيشتغلوا تيقدموا المطالب للي بيشتغلوا على السيارة. فأنا كنت رئيس هاو غير المباشر، اللي بيشتغلوا غير مباشرة. ف
يعني سب كونتراكتور هذا بيقولوا له بالانجليزي شو بيقولوا له التوصيف Industrial Engineering Indirect Labor Indirect Labor اوكي okay. مثل Quality Control Material Handling نعم. and so forth تحديدا حضرتك تركت شركة فورد بأي عام بال 1992 قررت التقاعد طلعت على التقاعد كنت حضرتك متزوج بأثناء تزوجت ولا بعد او اكيد لما طلعت على التقاعد تزوجت كان عمري انا 20 سنة 20 سنة حضرتك تزوجت بال 1951 رجعت على لبنان على بلدي بنت جبال وتزوجت من الحج يسرى بيضون حج يسرى بيضون الله يطول بعمره نعم وانجبنا من الاولاد سبعة نعم منوقف شوي عند هالمرحلة حاج أولادك وزواجك وعمر مبكر في العشرين سنة ليش أخذت إحساسك بالغربة ربما إحساسك أنك أنت وحيد كما أشرت أنك أنت كنت مدلل وضمن عائلة وشاب وحيد على خمس بنات أو ست بنات الله يخليهم شو اللي خلاك تأخذ قرار الزواج مبكر وهل كان هذا القرار صحيح بالحقيقة أنا رجعت على لبنان بالواحد وخمسين تزور أهلي نعم. ما كانش عندي أي قرار للزواج ولا كنت عم أفكر بالزواج نعم. ولكن لما وصلت لهونيك أهلي شافوا من المناسب أني يتزوج وظلوا وراي ويحاكوني بالزواج بالزواج تقبلت وتزوجت وبعتقد أنه كانت نصيحة جيدة جدا جدا يمكن الأهل كانوا لأن كونك صغير هاجرت لأمريكا كان حابين أنه يحافظوا على ارتباطك بالأسرة والعائلة ولبنان وحبوا يزوجوك من بلدك تيبقوا على ارتباطك في لبنان يمكن أحد الأزواج ثمرت هذا الزواج الله يخلي لك إني سبع أولاد سبع أربع بنات نعم. وثلاث شباب الشباب كلهم خريجين الجامعة نعم. ومنهم القاضي ظاهر تورفا نعم معروف بديفيد بالاسم الامريكاني ولكن اسمه العربي ظاهر اولادك والدتش تورفي من كمان اعلام الجاليه العربيه والامريكيه خلق وعلم وصوره مشرفه لابناء المهاجرين حاج تورفي اولادك كنت حريص انك شو تغرس فيهم بصراحه اكثر شيء كنت ادرس فيهم وعلمهم التقاليد العربية الإسلامية الصحيحة اللي هي بتكون شخصية الإنسان فعلا هذا أكثر شيء كنت أنا ركز عليه المعاملة الطيبة كيف يعاملوا الناس كيف يحبوا الناس كيف يساعدوا الناس كيف يحترموا الناس وأخص كبار السن والحمد لله انه حفظ الدروس في سلوكهم وفي يعني حاج انا من المقربين جدا اللي تعرفت على واحد من ابنائك الله يخلي لك يا الجدج طرفي باخلاقه بتواضعه بانسانيته بسلوكه اللي بيطبقه قولا وفعلا هذا اكيد له اثر طيب يعني ابنائنا نتاج لما نغرسه فيهم هل تتفق معي حاج يعني احنا اللي بنزرعه وبنحصده في ما في شك ما في شك ابدا ما في شك ابدا وانا بتمنى على الاهل انهم ينتبهوا اكتر فاكتر فاكتر للولاد من الصغر يعلموهن تقاليدهن يعلموهن عاداتهن يعلموهن دينهن يعلموهن كيف يتعاملوا بالمجتمع مع الناس كيف يحترموا الناس من الصغر مش يصبروا تيكبروا الدين هو ديننا دين معاملة يا حاج ما في شك أبدا هو دين المعاملة يعني دين الخلق دين الأخلاق هو اللي بيطبق دينه مظبوط بيعرف أنه الدين هو الخلق الحسن والمعاملة هذه هي الصورة التي نحب أن نظهر بها أولادنا مجتمعاتنا ونتعامل بها مع غير المسلمين
يعني هذه الصور التي ربما باخذ شوي مدخل لهذه التي تنتقل إلينا من شرقنا غريبة على 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 ديننا الحنيف حاج. هذا العنف هذا الذي نراه في شرقنا الأوسطي، هذه الطائفية، هذه الشلالية، هذه التي أدت إلى هذه الانقسامات التي نراها اليوم في عالمنا العربي، كلها غريبة عن مجتمعاتنا. كلها الأشياء اللي عم تصير هونيكي ليس لها علاقة بأي دين، لا بالإسلام ولا بالمسيحية، ما إلى علاقة بالدين أبدا أبدا أبدا. إنما بعض ناس أصحاب مصالح شخصية عم يستعملوا الدين تحت لي حق ومكاسب لمصالحهم الشخصية، وعم يشوهوا سمعة الدين. أي دين، أي مسيحية، أي يهودية، أي إسلام بيقول للناس روحوا اقتلوا الشيوخ، اقتلوا النساء، اقتلوا الأطفال، خربوا البلاد، هدموا البلاد، هدموا البنية التحتية. أي دين بيقول لهم نعملوا هيك؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة من هو المسلم، شو جاب؟ ما قال لهمش اللي بيصلي، ما قال لهمش اللي بيصوم، ما قال لهمش اللي بيعمل حسنات، قال لهم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا هو المسلم. مش المسلم اللي بيقتل وبيذبح. تمام، هل تتفق معي يا حاج انه ما يجري في عالمنا العربي بالعموم هو صراع على السلطة، على الكراسي، هو صراع سياسي، ليس هو صراع ديني ابدا، ليس صراع أبداً. طائفي، حولوه الى طائفي، حولوه الى صراع عم يستعملوا الطائفي بس نعم. تحت لي من خلال استعمال للطائفي يحصلوا على المصالح الشخصية، وإلا الطائفي والدين ما إلى علاقة، ما إلى علاقة أبدا 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 بالشيء اللي عم بيصير هونيك. إنما كل الأديان ضده. طيب أين عقولنا حاج أن نستعمل عقولنا لنعرف أن هناك من يذكي الطائفية، هناك من يستعمل الطائفية في عالمنا العربي لكي ننجر إلى ما ننجر إلى. إنما هو الصراع، هو صراع سياسي، كل الكل اتفق على مصلحته. إن كان ما يجري في سوريا، كان ما يجري في لبنان، إن كان ما يجري في اليمن، إن كان ما يجري، هو صراع سياسي، لكن استخدامه، استخدام الطائفية للوصول إلى غاية البلد الذي يقف وراء ما يجري وراءه. لا أريد أن أطلق جزافا نظرية المؤامرة حاج، يعني برنامجنا ليس برنامج سياسي، لكن نحن جزء من هذه المؤامرة، العرب والمسلمين جزء من هذه المؤامرة، نتآمر على أنفسنا، نتآمر على أوطاننا، يعني بعدم محبتنا لبلدنا للأسف، وصراعنا على السلطة الذي تحول إلى الأسف إلى صراع طائفي. يعني معقولة بكل أسف يعني إنه كيف عدونا بيقدر يتآمر علينا؟ إذا نحن ما كانش عندنا قابلية نتجاوب معه، كيف بيقدر يسيرنا للشيء اللي هو بده اياه؟ بس نحن المسؤولين. انا بخطي انفسنا بالاول، ما بخطي اللي عم بيتامر علينا. اللي عم يتامر علينا له مصلحه بده ينفذها، ولكن نحن لمصالحنا الشخصيه عم نتعامل معه، عم نهدم بلادنا وعم نهدم مصلحه شعبنا والمصلحه العامه من اجل مصالحنا الشخصيه. فالسبب نحن. يعني أنا بقولها بكل أسف، يمكن كتار من المستمعين بيوافقوش معي، ولكن هذا هو الصحيح. لما أنا بحب شخص قد ما يعطوني مال بالعالم وقد ما يحطوا علي ضغط ما رح أكرهه، ولكن إذا كنت بكرهه نسمة هوا صغيرة بتخليني أشتغل ضده وأعمل ضده. نستكمل حوارنا معك حاج محمد طرفي، حوار شيق ومن القلب إلى القلب، ونستكمل مرحلة جديدة من حياتك، مؤسس نادي بنت جبيل الثقافي ومشارك وفعال في الجالية، بعد الفاصل مباشرة. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريغو، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم.
Ziad brand. Quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Hook, Rico Picon, Donna, and many more. Ask your retailer to carry these fine products because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء سوا على الهواء سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. مرحبا بكم أحبتي في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن ورحلة ناجحة للحاج محمد طرفة. مشوار طويل من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد توقفنا عند ذكرياتك حاج وعند الجالية العربية والأمريكية. الآن هو محور حوارنا واندماجك مع الجالية. أسست العديد من الصروح الثقافية لممارسة نشاطات تساهم في إبراز الدور الحقيقي للعرب المهاجرين والتعريف بها في شرقنا الأوسطي. هذا التعريف الذي ربما موجود لدى مؤسسات بسيطة في مجتمعنا الأمريكي، وسنكون شفافين في هذا الطرح. حاج نبدأ من نادي بنت جبال. قبل كل شيء أنه مثل ما ذكرت أنا واجهت صعوبات في ابتداء حياتي تكمل علمي بلبنان، وهذه هالصعوبات انغرست بقلبي وبعقلي دائما، وصرت أشعر أنه كيف غيري عم بيواجه هالصعوبات هذه، وحطيت بفكري من هذاك الوقت أنه أنا ساعد قد ما فيي حتى هون الأمور على الناس إذا بقدر. فلما ابتدأت الهجرة بكثرة بكثافة لميشيغان من لبنان في الستينات والسبعينات، شعرت انه لازم لهم مكان تيواظبوا على ممارسة عاداتهم وتقاليدهم. شعرت انه لازم يكون عندهم مكان نادي. فمن هالزاوية هذه ابتدأت انا وحطيت براسي انه لازم ننشئ نادي للجالية. وبحب اني اشرح عن موضوع اسم النادي. تمام. لانه عالم كتير بيفتكروا انه هذا لاننا سميناه نادي بنت جبال هو اللي اهل بنت جبال، وهذا غلط غلط غلط. نعم. النادي هو نادي لبناني عربي لكل العرب بدون استثناء، بدون اي تفرقة ما بين بلد أو بلد أو دين أو دين أو فئة أو فئة أو عائلة أو عائلة، فالكل متساوون وما في واحد له أفضلية على التاني فيه. لكن حبينا نسميه باسم بلدنا وفاء إلى، لأنه نشأنا وربينا وترعرعنا تحت سماءه، وبلد إلها مواقفها وإلى تضحياتها وإلى وطنيتها ومشهورة. نعم. ولذلك سميت ببلد الصمود والتحرير. نعم. غير الاسم لو قرأتي مثلا الدستور الداخلي لنادي بنت جبال ما بتلاقي اسم نادي بنت جبال أبدا ولا كلمة نادي بنت جبال إلا بالاسم، وما تبقى فهو نادي للجميع. اختياري لحضرتك كشخصية صنعت تاريخا من سنوات طويلة وكمهاجرة عندما أتيت إلى هذا البلد، أحب أن أشاركك وأشارك المستمعين بتجربتي الشخصية من خلال النادي. يعني أنا أتيت كمهاجرة، معظمنا أم لطفلين، وكان ليس هناك من معين غير رب العالمين طبعا، وكان جهدي أن أعمل لتربية أطفالي وأبنائي. في يوم ابنتي احتاجت إلى في مرحلة من مراحل العمر إلى منحة
بسيطة. كنا وقتها يعني لا نملك الجرين كارت ولا مجرد أنا فيزا صحفية، أتيت إلى مهاجرة في على فيزا صحافة أي فيزا. فكانت طبعا نادي بنت جبيل نأتي لاحقا يقدم منح دراسية كما أشرت دعما للطلاب، واختيرت ابنتي بدون تمييز كما أشرت، ابنتي عربية من أصول سورية، لم تسألوا ابنتي إن كانت لبنانية إن كانت مصرية إن كانت أبدا، لكنها حصلت على المنحة. ما عندنا فرق أبدا، حصلت على المنحة والتي أهلتها في ذلك الوقت لدخول الجامعة. يعني كنا في ذاك الوقت لا نملك حتى منحة بسيطة تدخل ابنتي الجامعة، والتي استطاعت من خلالها أن تخط أولى خطوات النجاح. وكما أشرت ابنتي احتفلت بها البارحة خريجة دكتورة صيدلانية. يعني هذه المنحة البسيطة ساهمت في مرحلة من مراحل العمر في مشوار التعليم. فأنا يعني حبيت شاركك على الملأ تجربتي الشخصية في نادي بنت. يعني يسعدني جدا أني أقول للمستمعين في الشهر الماضي قدمنا 60 منحة مدرسية ل60 طالب وطالبة من أصل لبناني، سوري، يمني، فلسطيني، مصري، أمريكاني. نعم. يعني ومن الأصل 60 كان في 8 من أهل بنت جبيل. نعم. والباقي كلهم من من, من من بلاد مختلفة. نعم. ما عندناش تفرقة أبدا ولا عندنا لحدا أفضلية أبدا. قريبة جدا من العائلة يا حاج، وقريبة جدا من أبنائك، وقريبة جدا من أخلاقكم التي يعرف عنها العديد. لذلك أحببت أن أشارك هذه رحلة الكفاح. هناك أشياء مغلوطة ربما فرضتها الأحداث السياسية حاج، عن أصبحت للأسف وبشفافية تركت أثر قليلا في حياتنا. يعني الأحداث المؤسفة في سوريا، الأحداث في ما يجري في أوطاننا العربية، يعني لا يمكن أنها خلقت شرخ بسيط لعدم فهمنا أن ما يجري هو سياسي، هو ليس طائفي. لم تكن للطائفية مكان في سوريا قبل، يعني قبل الأحداث، لكن الآن ربما المواقف السياسية للبعض خلقت هذا الشرخ الموجود. لذلك كيف يمكن لنا كجالية أن نتجاوز هذه التحديات؟ كيف يمكن لنا أن نترفع عن هذه الأمور ونكون جالية تجمعنا غايات سامية من أجل أوطاننا؟ أنا برأيي نحن فهمانين الأمر على حقيقته، ومنعرف أن هالأمور هذه كلها أمور سياسية، أمور مصالح شخصية. ولكن لسوء الحظ بعد ما وصلناش لمرحلة انه نغيرها، ناخذ قرارات بتغييرها. وكيف ممكن نحن نساهم بتغييرها هون بالمهجر؟ نعم. نحن ما فينا مثلا نقدم لهم مال، ولا فينا نقدم لهم مساعدات تانية، بس فينا نقدم لهم مساعدة نحن هوني تاني. حتى نكون نحن موحدين، بدنا نحب قبل كل شيء بعضنا البعض، بدنا نحب للغير مثل ما بنحب لأنفسنا. بدنا نحط المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. المصلحة العامة بتوصلنا للمصلحة الشخصية، المصلحة الشخصية عم تهدم المصلحة العامة. فالعكس هو الأفضل، نتمسك بالمصلحة العامة ونغذي المصلحة العامة ونجرب إن ننجز المصلحة العامة، ومن خلالها المصلحة الشخصية تستفيد. بس لحد هلأ مش مستعدين بعد نمشي على هالدرب. بشفافية حاج محمد، هل هناك من يفرق الجالية؟ هل هناك من يستخدم أهداف سياسية من أجل مصالح الشخصية؟ طبعا بشفافية تامة. طبعا بشفافية الكل، أنا ما عنديش أي استثناء، كلهم عندهم مصالح شخصية. أنا مش شايف في مصلحة عامة أبدا. نحن بحاجة لوحدة، وحدة الهدف، مش وحدة الصفوف والبلاد والرئاسة. دائما لما بنحكي بالوحدة نحكي بتوحيد البلاد وتوحيد الرئاسة، وهذا بفرقنا ما بيوحدنا، لأنه ما حدا مستعد يتنازل عن كرسته، ولا بلد مستعد تشارك بلد تاني بثروتها.
هذا بيسبب الخلل. ولكن نحن بحاجة لنوحد أهدافنا. لما بنوحد الهدف ساعتها بنتوحد كلنا ومنحقق نجاحات كبيرة للشعب. لو عندنا مثلا هدف متفقين عليه تنكافح الفقر، كنا أخذنا هالأموال اللي عم نصرفها تندمر البنية التحتية، نقتل الأبرياء الشيوخ والولاد والعالم، نعمل فيها مصانع تنشغل العالم، لكانت البلاد العربية هلأ بأحسن وأفضل حالة ممكن. ولكن لسوء الحظ معناش وحدة هدف. هذا لازم لنا قبل كل شيء نوحد أهدافنا. وكيف يمكن لنا أن نوحد الجالية؟ أين هي قيادات الجالية التي توحد حاج؟ لماذا هذا البعد؟ لماذا البعد الذي نراه الآن؟ يعني كل فئة تشتغل من منظورها الخاص ومن ضروبها الخاص. كما ذكر قبل كل شيء نترك المصالح الشخصية ونوحد أهدافنا. نوحد أهدافنا، شو لازم لنا احنا هون؟ شوفي قديش علينا ضغط نحن هون من برا. وين الهدف اللي عندنا حتى نكافح الضغط اللي عم يجينا من المجتمع الامريكي؟ ما عندناش هدف موحد، ما عندناش. فئات مختلفة، كل من عم يشتغل من زاويته. نحن بحاجة هلا، وهي الطريقة اللي ممكن نحن نساعد فيها اهلنا بالشرق الاوسط وبأوطاننا، انه نحن نحسن اوضاعنا هوني اولا المادية حتى نكون بوضع نقدر نساعد فيه، نحسن اوضاعنا السياسية. نحن بحاجة لسياسي ندخل بالسياسة الامريكانية، بحاجة لنوصل الى مراكز عالية من خلالها بنقدر نساعد شعبنا هونيك، نقدر نكافح الضغط وهالعنصرية اللي عمال نواجهها هوني. حاج، أليس من المعيب أن يكون لنا يعني أول من المهاجرين الرواد كما أشار أحد المستمعين، وإلى الآن لا يوجد لوبي عربي قوي ومؤثر وفاعل في السياسة الخارجية؟ لأنه مش هدفنا، ما عندناش أهداف. نحن بحاجة لوجود أهداف ولتوحيد أهدافنا، ولو عندنا هدف سيناه. من يأخذ المبادرة حاج؟ يعني نحن الآن نتحدث عن حلول، نود أن نطرح أو بداية حل، يعني أين هي المبادرات؟ من يأخذ المبادرة؟ يعني نحن لا نحتاج إلى كما أرى أنا الحوارات فقط، حوار أدنى. نحن لا نحتاج إلى حوار أدنى، هذا أنا اتفقت أنا وياك أنه كل الأمور سياسية، ما يجري هو سياسي بحت. هناك بعض الأمور التي قد نختلف وقد نتفق عليها، يعني كيف أصلي أنا، كيف تصلي أنت، من أحق بالخلافة، هذا كله لا يعنيني الآن، من الماضي أبدا أبدا يعني. بس نعم. هوني عدم فهمنا للأمور الفهم نعم. الصحيح. أوكي، هلأ أنت حبي ما شئتي وأنا بحب ما شاء، لازم أنا احترم رأيك وأنت تحترمي رأيي. لازم نفهم خلافات بعضنا البعض، نعرفها ونحترم بعضنا البعض وأراء بعضنا البعض، ونسمح لبعضنا البعض نمارس الأمور حسب عاداتنا وحسب محبتنا وحسب فهمنا. وهذا لا يعني خلاف بيني وبينك، ولا يعني عداوة بيني وبينك، ولكن لازم ناخذ هالخلافات ونحطها على جنب، وهذه بتشكل 9% أو 10% من بقية الأمور. نحن متفقين على 90%، خلينا نتعامل مع بعضنا البعض من خلال 90% ونترك 10% على جنب. لما بنفهم الأمور بشكل هذا ساعتها بنتوحد. إذا نحن نبحث عن أولويات الجالية، ما هي أولوياتنا؟ هناك من نريد أن نضع أولويات للجالية العربية الأمريكية. أنا برأيي المتواضع أو الأولوية الأولى نعم. هي تربية أولادنا، تربية صحيحة، تربية دينية إن كانت على الدين المسيحي أو على الدين الإسلامي، اللي الكل بيركزوا على الأخلاق وعلى المحبة وعلى التعاون وعلى التفاهم وعلى العمل مع بعضنا البعض وعلى احترام بعضنا البعض.
لازم نربيهم على هالعادات هذه. أنا بعتقد هذه الأولوية الأولى هي العائلة، التربية العائلية، وهذا سبب مهم جدا. وأنا بعتقد سبب التأخر بالمجتمع الأمريكي هو سبب تفكك العائلة. نعم بأمريكا. نعم نعم. نستمر معكم إلى تمام التاسعة، وحوار شيق يحتاج إلى يمكن هذا بداية فتح حوار حاج مع قيادة الجالية من خلال برنامجنا ومن خلال الإعلام الذي أشرت أنه يجب أن يكون له دور، لا يأخذ دور ريادي الإعلام العربي للأسف إلا في التفرقة، إلا في للأسف بث الفرقة، لكن إعلام يوحد لا يوجد إعلام واحد. بعد الفاصل نتابع معكم أحبتي سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، وبضيافتنا الحاج المهندس محمد طرفة، رحلة ناجحة وعديد من المواقف الرائدة والرائعة في حياته وفي حياة أسرته وفي مجتمعه. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريغل، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. زياد براند، quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Hook, Rico Picon, Dana, and many more. Ask your retailer to carry these fine products, because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء، على الهواء سوا سوا على الهواء، ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير. صباح الخير امريكا. امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني. مرحبا بعودتكم احبتي، ومعكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. وما اشرنا كما اشرنا معنا المهندس الصناعي محمد طرفي، نحاوره من القلب الى القلب، ومعي مداخلتين رجاء سريعا في اقل من نصف دقيقه. مداخلتك سيدي، صباح الخير. صباح الخير، تفضلوا. ألو ليلى. صباح النور. صباح الخير، كيفك ليلى؟ صباح النور حبيبتي، صباح الفل. بدي حييكي على الحلقة الحلوة كتير كتير، وحي الحاج محمد طرفة، عن جد كل كلمة قالها بتفوت على القلب. وأنا بدي حييكي كمان الرائعة مريم شهاب، الألم الألم من 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 رفاص صحفية الرائعة مريم شهاب. شكرا لك، شكرا، بحييه عن جد من قلبي عن تجربه. واكثر شيء عجبني انه تربيه الاولاد، لازم نبلش نربي اولادنا تربيه صحيحه لحتى نخلق جيل مثل ما عم يقول محب، عم بيعمل بيطلع للمستقبل باهداف ساميه واهداف عاليه. شكرا لك ليلى، وسمعتينا صوته وعرفتين عليه، انا حقيقه ما كنت سامعه فيه ولا بعرفه للحاج. شكرا، شكرا لك، وصباح الخير للجميع. صباح النور سيدتي، شكرا لك. وادم ويدو هاف انذر كول رايت. سوا على الهواء، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عيني، صباح الفل. اولا انا لست بمذيع ولا صحفي، وانما مستمع للراديو. اشكرتي على هذا البرنامج الحلو صراحه. اليوم عندي يعني برنامج، احنا كلنا بالجالية بحاجة لهي شيء وبحاجة. يا ريت ترفع صوتك سيدي، ترفع صوتك شوي لو سمحت. يس، حاجة إلى بداية لهيك موضوع يعني. وأشكر الأخ الحاج على الشرح المفصل، بس عندنا مشكلة إحنا كشرقيين الشرق الأوسطية، يعني الموضوع يمكن فيه شوية ضحك. مثل ما عندنا أخوتنا العرب الرؤساء بالبلاد العربية اللي هم يعني من يصيرون رؤساء بعد انتهت ما يتنازلون عن الكرسي، نفس الشيء عندنا هنا بالجالية. المصلحة الخاصة هي يعني تيكن اوفر، يعني هي مصلحة خاصة هي فتشي. ما يهمني صديقي، ما طول اني بخير.
للأسف. صحيح تماما سيدي، ونقطة هامة جدا وأود إثارتها، وشكرا لك يعني على على الطرح. مين معنا متعرف على حضرتك سريعا؟ أنا اسمي منذر. منذر، أستاذ منذر، شكرا للمداخلة، تحياتي لك وشكرا للتعليق، أهلا وسهلا فيك. كما سمعت يعني نحن بحاجة، الأخ من العراق ويقول نحن بحاجة حاج محمد إلى فتح حوار شفاف، إلى فتح حوار شفاف على جميع الأصعدة في الجالية، يعني ليس فقط حوار لبناني لبناني سوري سوري، لكن حوار عربي أمريكي نتناول فيها المواضيع بشفافية. أحد أهم الأمور الذي ذكرها المستمع العزيز عدم تداول السلطة كما شرحت لك، يعني مثل الحكام العرب يوصلوا للكرسي وخلص لزقوا فيه. نحن كمان معظم المؤسسات هون في أمريكا ليس هناك ديمقراطية في تداول، ليس هناك ربما طروحات جديدة، دم دماء جديدة، شباب رافدة لهذه المؤسسات، وصل الرئيس لزق الرئيس وخلص. أنا هلا كيف مثلا ممكن نحن نغير هالأوضاع هذه؟ نعم. أنا برأيي المتواضع أنه لازم كل إنسان يبتدي بنفسه، لازم يبتدي كل إنسان بنفسه. مثلا نادي بنت جبيل وبولا بكل فخر من مارس الديمقراطية الصحيحة اللي بتمنى انه كل العالم يعرفوها، يعني كيف انا المؤسس، استغفر الله من كلمة انا، نعم مش هيك؟ وكما جرت العادة بكل المؤسسات، المؤسس دائما بيظل هو الرئيس مدى الحياة، مع انه لا، نحن بالدستورنا وهذه مادة انا اصريت عليها انه ما حدا يقدر يعمل رئيس اكثر من دورتين كل دوره سنه، وبده يتنحى ويقعد على جنب على اقل درجه 5 سنوات قبل ما يقدر يرجع يعمل، بما فيهم انا المؤسس. ولكن لسوء الحظ اني كنت رئيس لفتره معينه حتى خلصنا من الديون، وبعدين تنحيت وصار لي اكثر من 14 سنه مش ما عنديش اي وظيفه. مجرد حضرتك المؤسس الفاوندر، لكن أرى تداول للسلطة، أرى تداول بشكل ديمقراطي، تقديم وجوه جديدة، طبعا تكريم من يستاهل التكريم. لذلك ما في حدا عندنا عضو بالهيئة الإدارية أو بمجلس الأمناء فيكون أكثر، في يختم أكثر من دورتين كل دورة سنة وبده يتنحى يعطي مجال لغيره، وهكذا الأمور ماشي والحمد لله من أحسن ما يكون. لدينا العديد من الأسئلة التي لم يتسع لنا، ساعة من الزمن قد تبدو طويلة، لكن حوار كهذا حاج محمد نحتاج إلى أن نفتحه مرة ثانية، وأتأمل أن نستضيفك في حلقة متابعة، يعني حلقة إن شاء الله في الشهر القادم، ربما نستضيف مع حضرتك أحد أيضا أقطاب الجالية، نستمر في فتح وطرح هذه الأسئلة. يعني في أقل من نصف دقيقة حاج أريد أن أركز على دور الإعلام في طرح هكذا مواضيع، يعني أين هو دور الإعلام العربي الأمريكي؟ غير نحن نعمل بشكل إفرادي ولنحصل على دعم، أين هو الدور الريادي للإعلام العربي الأمريكي؟ الدور العربي الأمريكي من أهم الأمور لدينا لدى الجالية العربية، لأنه كيف فينا نحارب هالعنصرية اللي هي ضدنا أو هالأكاذيب اللي عم تطلع ضدنا، كيف فينا نحاربها إلا بواسطة الوسائل الإعلامية؟ ولكن لسوء الحظ ما عندناش وسائل عالمية بكل أمريكا اللي نقدر نستعملها كل يوم وكل ساعة حتى نفهم الشعب الأمريكي عن ثقافتنا وعن تراثنا وعن عاداتنا وعن الأمور الصحيحة. لم يبقى لنا إلا بهذه العبارة نختم برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نعود معكم لنستكمل طرح الأسئلة، دور الإعلام العربي، تحديات التي تواجه الجالية، كيف يمكن لنا أن نقدم الصورة الصحيحة لأمريكا كعرب أمريكيين مهاجرين، كيف هي الوسائل التي يمكن أن نقدم أمريكا إلى العالم العربي، نتجاوز فيها خلافاتنا، نترفع عن هذه الخلافات، محور نقاشي معكم في الشهر القادم إن شاء الله. شكرا لكل من تابعنا هذا الصباح، شكرا لضيفي العزيز المهندس الحاج محمد طرفة،
على مشاركتنا اليوم، ونأمل أن نعود إليكم في شخصيات صنعت تاريخا وحوارات شفافة أخرى في الشهر القادم. إلى اللقاء.